ركز في النقطة الأخيرة على هذه المقاطع الثلاثة اللي يجدر هي لب مضمون الخطبة الفدكية. قالت سلام الله عليها: والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا. طبعا هذه كلها منصوبة لأن معطوفة على الجملة الأولى: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. فاطمة تكلمت عن ثلاثة محاور مهمة، ابتدأتها بالحديث عن العدل. العدل تنسيقا للقلوب، ولا يمكن للمجتمعات أن تعيش في وئام، أن تعيش في انسجام، إلا من خلال تحقيق العدالة. وفي غياب العدل لا يمكن أن تعيش الناس حالة من الاتفاق. ولذلك إحنا لما نجي إلى مسألة العدل في الفكر الإسلامي نجد بأن هذا المصطلح يرد عندنا في ثلاثة محاور. فالعدل أصل من أصول الدين. إحنا لما نجيب أصول الدين نقول أول أصل وين؟ التوحيد. وثاني أصل العدل. زين ليش خلوا بس العدل؟ العدل صفة من صفات الله، ليش ما خلوا الخالقية؟ ليش ما خلوا الرازقية؟ ليش ما خلوا الرحمانية؟ ليش ما خلوا كل صفات الله جل وعلا ما ذكرت في أصول الدين؟ من بين تلك الصفات فقط هو العدل، يدلك على أن مسألة العدل إلها ثقلها في الفكر العقائدي عند الشيعة الإمامية، بل هي حالة الافتراق بين وبين سائر المذاهب الكلامية نقطتين: العدل ومسألة الإمامة. نتفق إحنا ويا المعتزلة في قضية العدل، ونفترق معهم في قضية الإمامة. هذا في المحور العقائدي. وبعد المحور الثاني في المنظومة الأخلاقية، في المنظومة الأخلاقية العدل يعتبر هو قمة المنظومة الأخلاقية. عندنا منظومة القيم متعددة: الحرية والمساواة والإحسان وغيرها، لكن لما نجي إلى قضية العدل هي قمة المنظومة الأخلاقية. ليش؟ مثلا الآن المجتمعات الغربية يقولون لا، اللي يقف على رأس منظومة القيم هو الحرية. شوف دائما يتغنون بالحرية الفردية في مجتمعاتهم، احنا نقول لا، الحرية ما تصير. صحيح هي قيمة إيجابية، بس مو دائما تصير الحرية شيء جيد. الآن مثلا الناس اللي يفهمون الحرية فهم خاطئ، يطلع في الشارع لين يوصل إشارة حمراء يخبط ولا يبالي بالناس. ليش تخبط؟ قال والله على كيفي، على حريتي. هذه حرية يقبلها العقلاء؟ ما يقبلون. فالحرية تتخلف في بعض المواضع، لكن لما نجي إلى قضية العدل لا تتخلف في أي موضع من المواضع. ما يمكن أن نجد حالة نقول لا، تطبيق العدل في هالموضع مو صحيح. القرآن يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شوف شلون فاطمة لما ركزت على بعد العدل، لأن العدل هو على رأس منظومة القيم الأخلاقية في الإسلام، ومجال الحديث فيها واسع. بعد ذلك هذا العدل اللي كل الناس تتشوق إليه وكل الإنسانية تطلبه وتسعى إليه، شلون يتحقق؟ لا يتحقق إلا مع فرضية وجود النظام الذي يحقق العدالة. فلذلك قالت: وطاعتنا نظاما للملة. يعني لا يمكن أن تنتظم أمور الناس وتطبق العدالة
إلا بالرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام وطاعتهم والسير في هداهم. ليش؟ لأن المجتمع وأفراده متفاوتين، هذا يفهم العدالة بطريقة وذاك يفهم العدالة بطريقة أخرى وثالث يفهمها بطريقة متباينة. زين الآن وقت الاختلاف، المرجعية في تثبيت العدالة شنو؟ فاطمة تعطينا الحق وطاعتنا نظاما للملة. انتظام الأمة الإسلامية لا يكون إلا من خلال الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام، فهم الذين يشخصون لنا كل هذه الأمور. ثم أتبع ذلك ثالثا بقولها، قل لا مو مجرد بس الرجوع، مرة إحنا نرجع إلى أهل البيت وكل المسلمين مجمعين على حب أهل البيت وتقديمهم ويعتبرون أهل البيت علماء وأبرار وأفاضل، هذا شيء مشترك جميع المسلمين يقرون به. بس القضية مو هذا، قضية الأعظم، وإمامتنا أمانا من الفرقة. لا يكفي الرجوع إلى أهل البيت، حتى يكون أهل البيت هم مركز القيادة اللي من خلاله يتوجهون وتتطبق النظم ويعيش المجتمع في خير ووئام وسلام. هذا من الأمور اللي فاطمة الزهراء سلام الله عليها جعلته ضمن خطبتها، وهو المطلب الرئيس في خروجها يوم البيعة، حتى نعرف فلسفة خروج فاطمة ومجابهتها للقوم، أن هدفها كان أبعد. وإن كان قضية فدك إلها أهميتها في إحقاق الحق وعدم تنازل الإنسان عن حقه، فاطمة تعلمنا هذا الدور، لكن مسألة الإمامة أعظم من ذلك. هذا الذي خرجت إليه فاطمة وتحدثت عنه وظلت تدافع عن حمى الإمامة حتى كلفها ذلك حياتها، وظلت هي المدافعة الأولى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت تفديه بنفسه. فهنا هذا مقام فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، لكن هي اللي عرفتنا مقام الإمامة وعظمة الإمامة حين استماتت في الدفاع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. أرجو أن أكون غطيت بعض الجوانب المتصلة بهذه الخطبة الشريفة. نسأل الله جل وعلا أن يعرفنا معارف سادتنا وموالينا، وأن يجعلنا من خيار شيعتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.